المشاهدون الافاضل ولعل من عمق ابعاد المسؤوليه التي ذابت وانسابت بسحر الرجال الاقوياء كانت الانطلاقه لهذا العمل الكبير تحت العنوان الاكبر وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. سعيد جدا ان نلتقي في هذه المساحه بالبروفيسور التيجاني مصطفى وزير الدوله بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. البروف مرحب بك، ونحن سعيدين جدا بان نلتقي في دوره الجامعات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة، ونحن في رحاب جامعة شندي العريقة. لابد أن نحيي الأخ البروفيسور تيسير مدير هذه الجامعة وكل عمداء الكليات والأساتذة والطلاب والطالبات. ونحن هنا في إطار دورة الجامعات الإبداع الطلابي الثقافي العلمي الرياضي الفني الديني، سمي كما تشاء. كل ذلك يعني يعنى بتربية النشء في هذه المستوى، في هذا المستوى العريق من جامعاتنا. نحن هنا للإشراف على جائزة الأخ رئيس الجمهورية للإبداع الطلابي في دورتها الخامسة. والآن احنا هنا في هذه القاعة شاهدنا كثير من الأعمال الفنية التي يقوم بها بعض طلابنا وطالباتنا. نشهد أن هذا العمل عمل جميل، ولربما يمكن يعني يرتقي لمستوى الإقليمية والدولية. سرنا أن الذين يرسمون هذه الرسومات التشكيلية الفنية الكبيرة المتنوعة ليسوا هم طلاب فنون بقدر ما هم أطباء وصيادلة وقانونيين وناس عندهم مجالات أخرى أكاديمية غير الفن، وبالتالي هذه تكمل شخصية الطالب. يعني نريد الطالب ما يكون زول بس يعني زول أكاديمي بحت، بل عنده ملكات وعنده مواهب وقدرات ربنا وهبه له، وبالتالي احنا هذه الفرصة الجامعة ممكن تأهل الطالب وتمكنه في أنه يطور هذه المواهب وملكات الطالب الفكرية العلمية الإبداعية كلها. وبالتالي نشكر الأخ رئيس الجمهورية أنه تبنى هذا العمل وجهز جائزة كبيرة جدا تعطى لهم في نهاية مارس بإذن تعالى. فخور جدا أن هذا العمل قد ارتقي إلى المنافسة القومية الكبرى، ولربما جامعة شندي تجي في ريادة هذه الجامعات في هذا المجال الكبير. شكرا جزيلا. نعم بروفا، ولعل يعني دورة الجامعات أيضا تعد واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية، خاصة من هذا التلاقح الطلاب الكبير. نعم، هؤلاء الطلاب ليسوا من جامعة شندي وليس من محلية شندي وحدها، بل هم من كل أبناء السودان الذين تقدموا للقبول بهذه الجامعة بتطلعاتهم وبرؤيتهم وبموافقة أسرهم الكريمة. ولذلك الجامعات واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية، ولربما بهذه الكيفية ممكن احنا نوحد يعني أبناء السودان ويكونوا هم عايشين متلاحمين مع بعض، وبعدا للعنف الطلابي، بعدا للعنصرية والجهوية والقبائلية. افتكر احنا كلنا نحمل هم السودان الواحد، وكلنا نفتكر ان نتلقى العلم، وكلنا نحس باننا احنا حاجة واحدة وجزء واحد من هذا الإنسانية كلها. أفتكر احنا جزء من اهتماماتنا ولسنا ناس يعني محليين بحت يعني. وبالتالي احنا نعلم الطالب أنه يكون زول يعني ليس فقط إقليمي فقط، بل هو زول إنساني يطور معارفه وعلومه عشان يبقى إنسان يفيد الإنسانية كلها، وليس فقط شندي ولا جامعة شندي فقط. بروف، ما يميز هذه الدورة عن سابقاتها وهي التي تحمل الرقم 5؟ احنا استفدنا من كل التجارب السابقة وكثير من الملاحظات التي يعني رفعت إلينا من قبل الأخوة في رئاسة الجمهورية ومدراء الجامعات والمشرفين الرياضيين والفنيين والثقافيين كلهم. افتكر هذه كلها أخذت في البال، وكل عام احنا نجدد ونطور قدراتنا ونمشي لقدام إن شاء الله بإذن تعالى بناء على ما سبق من تجارب متراكمة. كلمة أخيرة من مملكة الجعلين شندي لكل الطلاب، طلاب الجامعات التي شاركت في القطاع الشمالي. أنا أعتقد هم على موعد مع التاريخ، وإن شاء الله ينالوا جائزة رئيس الجمهورية بجدارة. شكرا جزيلا. شكرا بروف التيجاني مصطفى وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشاهدونا الأفاضل، نواصل هذه الرحلة من داخل هذه الجولة بمدينة شندي الحبيبة وجامعة شندي.